ليس السياسي في الحركة الشعبية، إخواني البرلمانيين، إخواني أخواتي المنتخبين والمنتخبات، أيتما يسمى أزود مرة سعيد. عفوا التدخل ديالي غادي نقسمو على شقين. الشق الأول تصوري كمراضي حركي، والشق الثاني ما يهم الإقليم الذي أتشرف بتنسيقيته. سعيد أنا بلقائكم في هذا الجمع الحركي المبارك الذي أتمناه لأشغاله كل النجاح والتوفيق، وسعيد كذلك بتحياتكم، تحية حركية طيبة بالبهجة والسرور بتجدد الصلة بيننا في هذا اللقاء الذي يغمر بالاعتزاز بوجود وسطكم. إخواني المنتخبين والمنتخبات، يواصل حزبنا العتيد تقدمه نحو آفاق جديدة في حراك مستمر يروق صائر التحولات التي يعرفها العالم من حولنا، ويهدف إلى مرافقة طموحات الشعب المغربي نحو المجتمع. قلت يهدف إلى مرافقة طموحات الشعب المغربي نحو مجتمع عادل وأصيل، ومن أجل التغلب على الأمنية والدم القارس وعلى ضعف التجهيزات بالقرية المغربية، ومن أجل دعم المواطنين بالمدينة المغربية ضد الفقر والهشاشة والبطالة، ومن أجل الدفاع عن الحرية والتعددية والهوية المغربية، وإرساء قواعد ديمقراطية الحقة. حضرات السيدات والسادة، تدفع مصلحة حزب الحركة الشعبية إلى الدفع في اتجاه واحد، لأنه حزب سياسي عرف كيف يخلق الانسجام بين الخطاب والممارسة التي ترتكز على الوضوح والحيوية الإيجابية، ويرعى حزب الحركة الشعبية التدافع والاستماع إلى كل الأصوات دون التنازل عن مبادئه السياسية ومنطلقاته الفكرية. إنه وضع يريحنا، نزكيه ونشتغل على السياسة في ظله. إخواني أخواتي، يموج العالم من حولنا ويعرف الوطن تطورات في كل المستويات، وهي مناسبات تدعونا إلى الانخراط في دعم وحدة حزبنا والتوقع الجوي تحسبا من استحقاق الانتخاب هذا القادم، ولضمان استمرار التواجد كفصيل سياسي اساسي. ان استحقاق الانتخاب القادم بحكم اهميته يفرض على حزبنا اتخاذ كل الترتيبات التي تستلزمها طموحاتنا والشرعية في رؤية حزبنا يتبوأ الصفوف الأولى والمراكز الأمامية. إن الظرفية تفرض في اعتقادي المتواضع على حزبنا ما يلي: إن الدفع في اتجاه تدبير الحزب كمؤسسة تعتمد الكفاءة والاشتكاك الديمقراطي في اختيار ممثليه، سيقويه ويجعل باحترام الناخبين. إن مؤسسة أجهزة الحزب على كل المستويات هو أمر لسنا عنه نحيد إذا كنا نروح حقيقة جعل حزبنا في الصفوف الأمامية. إن الاستحقاق تشريع القادم يعد مناسبة خاصة تتطلب مجهودات إضافية على المستوى الميداني لتجديد برامج والاعتماد على مراقبات خاصة، مقارنات خاصة بمواكبة الجراء الاجتماعي والسياسي الذي تعرفون لنا، ولجذب أكبر عدد من الناخبين
والتقليص بالنسبة لعزوف مدير الشباب على الاستحقاقات الانتخابية بالرغم من أن حزب الحركة الشعبية يمتاز بتواجده عبر الوطن وتواجد مقراته، وعليه أن يجدد برامج أنشطته الممتدة على طول السنة والاهتمام بمنتخب جس ودعم كل فئات الشباب والنسوية والقطاع والانفتاح على الأجيال الجديدة من شأنها أن يساعد على توسيع قاعدة الحزب وتقوية موقعه. إخواني أخواتي الحركيين والحركيات، زملائي المنتخبين، عشنا تجربة في مخيفة فريدة من نوعها، ولي من الجرأة قول الحق ولو في نفسي. تبرعنا المراكز الأولى في الجهة ونفتخر أننا نتقابل في الجهة. الإقليم الذي استوعب أن يشتغل بثقافة جهوية وأفتخر به هو إقليم خريبة. أنا كان حقيقة بل وفي جدار وإكبار لهذا المنتخبين اللي جابوا هذه النتائج في الضافية أشمرت الاستحقاقات. حوصرنا كل شيء منتزع منا، تطاول على الاختصاصات، فرض الوصاية على الإقليم، كنا نتبوأ المراكز الأولى. يخجل الإنسان أن يذكر مجلس الإقليمي الذي مر أمامنا مرور البرق رغم تواجدنا. سيدي الأمين العام المحترم، أؤكد لك حقيقة مرة ويكفيني فخرا أن في تدخلك لا نستجواني بالخلل. أقول لك حقيقة مرة وحقيقة لا يختلف فيها اثنان، إن الذين صنعوا نتائج استحقاقات للمجالس الحضرية والجدائية في تلك الظرفية الرهيبة التي مررنا منها قادرون أن يصنعوا ما أحسن منه بالاستحقاقات والاسم على مسمى. نعطي لمن يستحق اسمها الاستحقاقات. سيدي الرئيس، عندنا في إقليم خريبكا جماعات فيها أغلبية مطلقة لحزب الحركة الشعبية، ونحيي المناظرين الشرفاء الذين صدقوا الله وأنقذ الذين جيشوا سيوفهم وقاموا بطعننا من الخلف. والغريب في الأمر أنهم اليوم يأخذون دعما. غريب من المفارقة، منهم عدونا، من المفارقة أننا ندعي هذه أنني أمول عدوي. Thank you.
كنصبروا الحراميين وهنا تنحييين الناس اللي داروا المجهودات بالمال ديالهم والوقت ديالهم من اجل الابتسام الجسدي. وكنعتبر الذين ظلموا الذين عانوا من الظلم اعتذر لهم، وعلى راسي من اخ بوعزه المراري اعتذر له لاننا في تيشينا. انا ليست لدي سلطه السياد ولا سلطه الاشراف في الزين، وكانت الشمراضي أؤمن إن الأمانة والقاطع على عاتقنا وحاتم لكم عرضها الله سبحانه وتعالى على السماوات والأرض فرفضوها. اكملوا أمانتكم وفي أعينكم يوم لقاء الله، فمن كان مخلصا فسيشاد، ومن كان منافقا وخائنا سيجازي، والله موفق.